ايه هي اللي احنا وصلنا هو بس خليني كمان اقول بعد اذنك يا استاذ اتفضل. حسام انه امبارح قريت في الجورنال انه كبير اطباء الشرعيين اعلن انه التقارير اللي طلعت او الجمل اللي طلعت بتاعت سكته قلبيه كانت بس لتسهيل اجراءات الدفن، وده مش التقرير النهائي للطب الشرعي، وانا ما اعرفش ايه هو ده اللي امكانيه مخوفني، الدفن. ان هو وبالفعل اللي اتقال امبارح في مؤتمر المجلس العسكري انه لازم يا جماعه تميزوا ما بين تقرير الوفاه اللي هو بيبقى تقرير دفن بحاله الوفاه علشان يسهل اجراءات الدفن وبيبقى في سبب الوفاه مجمل، وبين تقرير التشريح بتاع الطب الشرعي، ودول لسه ما طلعوش. دي بالنسبه ايه لي الفرق؟ انا مش عارف. اشاره شويه خطيره. هو بالفعل يعني تقرير الوفاه بيبقى بدون تشريح، الجثه ما بتتشرحش، هو بيبقى بيكتب فيها بس سبب الوفاه. فمثلا الشهيد زميلنا مينا دانيال اللي اتقتل، انا شفت التقرير الوفاه بتاعه، سبب الوفاه طبعا 3 سطور، هو انه مقذوف ناري جه من اعلى الصدر خرج من اسفل الظهر ادى لتهتك في الاحشاء الداخليه، نزيف دموي ادى للوفاه. كويس، ده بيبقى الطبيب اللي استقبل الحاله عين شاف مدخل الرصاصه مخرج الرصاصه خلافه، تمام. ما شرحناش لسه. طيب كويس، النيابه الحقيقه موقف، انا احنا برضو سمعنا انه في مشكله في النيابه، فزملائنا الاستاذ خالد علي واخرين على طول راحوا للنائب العام المساعد، النائب العام المساعد على طول اتصل برئيس مصلحه الطب الشرعي، وعلى طول اشتغلنا على يعني انتدب الاطباء الشرعيين ان هم يعملوا التشريح وخلافه. المشكله انه اللجنه الاطباء الشرعيين عملوا التقرير بتاعهم قدموه للنيابه العامه، النيابه العامه فجاه اما بقرار منها واما بقرار فرض عليها احالت الملف باكمله للقضاء العسكري دلوقتي، ما حضرتك قلت ده برغم الانتداب، برغم ان هم اللي انتدبوا. وحتى امبارح لما سالناهم طب انتوا ليه طلعتوا كتاب الانتداب للطب الشرعي لما انتوا مش انتوا جهه التحقيق، قالوا ما كناش نقدر ما نعملش كده، كانت الحاله صعبه وعلينا كلنا ضغوط وكان لازم نعمل حاجه نهدي بيها الاهالي، فطلعنا كتاب الانتداب ده بشكل مؤقت. التخوف هو فعلا انه تصريح المجلس العسكري امبارح ده بانه لا ما تصدقوش تقارير الوفاه، استنوا تقارير الطب الشرعي، بيحط ضغوط فظيعه على الطب الشرعي طبعا. وبيستبق النتيجه برضو. المشكله الثانيه ان احنا بالاقدميه وعندنا دلوقتي صدفه انه رئيس مصلحه الطب الشرعي منذ شهور مسيحي، وانا قلقان برضو من ده، واتمنى ان هو لو حس في اي لحظه بالحرج او بضغوط ان هو يعلن فورا ان هو هيتنحى عن نظر القضيه دي، او انه هيكلف النائب بتاعه ان هو يتولى القضيه دي لو حس عليه باي ضغوط بسبب ديانته يعني. لكن طبعا املنا كله في تقارير التشريع. طيب انا يعني الوقت قرب يخلص وفي كذا نقطه عايزه اتكلم فيها، ويعني سريعا كده، لجنه العداله الوطنيه اللي هي تابعه لمجلس الوزاره هي نفسها بتقول ان احنا ما عندناش اي سلطات واحنا دورنا استشاري، واحنا كنا عارفين دور الاستشاري يعني ايه. تعليق حضرتك يا استاذ خالد. لا، لجنه العداله الوطنيه قالت ما هو اخطر، على الاقل كما المستشاره نهى الزيني قالت ان احنا قبل اسبوع من احداث كانوا باعتين تقرير لا طلبنا عزل محافظ اسوان، وقالوا ان ده كان اجراء لابد وكان ضروري وكان فوري، وده قيل للدكتور شرف في وجوده والدكتور شرف ما عملش حاجه. فدي لجنه العداله الوطنيه، ولذلك خلاص يعني ما هم اوصوا بتوصيات واضحه، منها اعاده بناء يعني تصريح لدور العباده التي يتم فيها عباده الله بكل الاماكن بشكل عام، والجزء والتوصيه العاجله والفوريه هي عزل محافظ اسوان، وده كان هيبقى كافي لتهدئه النفوس وما كناش وصلنا للي حصل يوم الاحد. لكن هناك إسرائيل الناس تقدموا توصيات ملهاش أي تعمل التعامل على إنها كأنها مش موجودة، مع إن التوصية كانت واضحة وكانت شديدة الوضوح وكانت قوية. فده واضح إن ما فيش حكومة. رقم واحد، مش ما فيش لجنة عدالة وطنية، هي ما فيش حكومة، هو في جهة واحدة علينا التعامل معها، وعلينا بقى والجهة الواحدة المرة دي بقت خصم وبقت حكا يعني بقت كل حاجة يعني. طيب انا يعني هبعد شويه عن ماسبيرو، وما اقدرش اغفل انه امبارح اتفتح باب ترشيح لانتخابات مجلس الشعب وسط يعني مش عايزه اوصف اي يعني ثقه شديده من قبل اعضاء الحزب الوطني المنحل، وقدموا جدا واعداد. ما هو الاستاذ خالد تعليق حضرتك على الثقه الزائده امبارح في وسط كلام، فين قانون العزل؟ فين عندهم حق والله. لسبب بسيط، لسبب بسيط. تعليقك في الاخر. لسبب بسيط، لان هناك مطالب واضحه من لتطبيق عزل سياسي او مطالب واضحه بشكل ما للتعامل معهم، ولا تنفذ. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا امام حتى قانون انتخاب يعني حتى في حد الادنى، فلنختلف على العزل، بس في حد الادنى هناك مطالب اجتمعت على قانون انتخاب عشان نسري حياه حزبيه وحياه سياسيه ولم يتم الاتفاق عليها. كل ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لم يتم تنفيذه. فالمعنى ما معنى ذلك؟ انه
هناك يعني هناك سند لجهة لآخرين، وهناك رغبة في أن المجلس الجاي يبقى فيه ممثلين لناس تانية، فواضح أن بيدهم ثقة. ده غير كده أنهم عندما خرجوا وأعلنوا بشكل واضح أن احنا هنولع الدنيا لو حصل قانون العزل، لم يتم الرد عليهم. يعني في حد الآن تهديد واضح، وإحنا بنتكلم على طوارئ، وبنتكلم على الطوارئ لا تطبق إلا على من يطالب بالحقوق الآن، فمنطقي يبقى عندهم حق. استاذ حسام، ايه طريقك على طب قانون العزل هيتعمل ولا لا؟ او لو اتعمل بعد ما يكون خلاص الناس قدمت وعملوا وعلقوا يفاطهم، هل هيجوا يعترضوا بعد كده يقولوا ما انت ما قلتوش ليه من الاول، فيبقى برضه قانونا نحاول ان هم يكملوا، ولا يعني احنا يعني لا 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 يعني طبعا زي ما قال خالد، هي في مقدمات ادت لنتائج طبيعيه، انه يعني حتى لو صدر الاسبوع ده قانون العزل، الآلية اللي هم بيقولوا عليها هي انه المواطنين بعد كده يجمعوا بقى المعلومات والمفات وكذلك ويروحوا للنيابة العامة، والنيابة العامة تنظر اصلا في الأدلة دي وتشوف تحيل المسألة لمحكمة الجنايات ولا ما تحيلهاش، وتحيلها للمحكمة، محكمة الجنايات بتجتمع زي ما حضرتك عارفة يعني اسبوع كل شهر تنظر في المسألة، وبعدين تطلع قرار حسب ثبوت كده التهمة من عدمها يعني. طبعا وبصراحة كمان يعني ليس من العدل انه اي مواطن يقدم بلاغ في اي حد يبقى طول فترة نظر البلاغ ده الشخص ده محروم من ممارسة حقوق سياسية برضه، لانه طبعا قد يبقى كلنا كلنا بريق. ممكن يتقدم فينا بلاغات، كل مرشحين المعارضة اصلا ممكن يتقدم فيهم بلاغات كمان يعني، فتبقى ما حصلش عندنا انتخابات. المشكلة الاكبر طبعا من ده كله انه زي ما قال خالد، كأن في حد عايز انه الكبار العائلات والاغنياء اللي كانوا بيشتروا الانتخابات في اللي فاتوا يدخلوا البرلمان اللي جاي، كأن في رغبة واصرار شديد على أولا عدم فتح حتى الناس دول، وثانيا ان هم يكونوا موجودين ممثلين في البرلمان، ما يبقاش برلمان مكون من احزاب سياسيه معارضه وقويه، ويبقى برلمان بيشكل سلطه على السلطه الحاكمه دلوقتي. الحقيقه اسوا حاجه في الموضوع واكتر حاجه تعبالي قلبي يعني، انه كنا متخيلين فعلا زي ما حضرتك قلتي انه الخجل يمنع المرشحين اصلا ان هم يخرجوا من بيوتهم، حتى بحس الوطن بلاش خجل، بحس الوطن يقول انا لم اكن متورطا في اللي حصل بس انا مش هرشح. لكن الشهور اللي فاتت طبعا اتاحت المجال في الاعلام للتشكيك في الثوره وتشكيك في اللي طلعوا للثوره، صدور تصريحات من المجلس العسكري تسيء للقوى اللي ساهمت في الثوره وتشكك في وطنيتها، تحقيقات بتعملها النيابه مع منظمات حقوق الانسان ومع الائتلافات السياسيه، فجاه بقت قوى الثوره هي اللي متهمه، هي اللي بتدافع عن نفسها، والفلول بتوع الحزب الوطني دلوقتي مرحب بيهم تماما. ما انا بالظبط كنت اقول اللي بيقوله حسام، هو الخجل ياتي عندما يكون هناك ذنب. دلوقتي ما عادش فيه ذنب، بقى الذنب على الناس اللي عملت اللي فات، فليه احنا نشعر بالخجل؟ الجزء الثاني ان ما هناك من في السلطه من يسند وجوده ومن يحرص على انه يكون موجودا بقوه، فليه يبقى خجلان؟ هو بيديله آليات وجود، بيخلقه عشان يستمر. انا عايزه جمله ختاميه، بس في الجمله الختاميه جاوبوا لي ارجوكم على سؤال هو دلوقتي بيدور في ذهن معظم الناس، انه دي واضح انها ولا ثوره ولا بتاع، دي كانت بس مظاهره كده عددها كبير شويه اسقطت خلعت الرئيس، ولكن غير كده نقطه. تعليق حضرتك عليه وجمله ختاميه. لا هي ثوره وهتكمل يعني، هي في الاخر ما حدث في مسبيرو رغم كل الامه هو كاشف عن ان هناك مشاكل لابد أن تحل، وأن الناس مصرة على الحل. يعني بصي، فليحلم كل من شاء بأحلامه يعني، إنما اللي حصل أن أنا مصر أنها ثورة وهتكمل، وأنا شايف أن ما حدث في مسبيرو ده أشبه بما حدث في انتخابات مجلس الشعب اللي فات وما حدث في كنيسة القديسين اللي هو هدم نظام سابق. أن هناك المجلس العسكري الذي كان ذو هالة عظيمة وحمى الثورة الآن هو في وضع التهم، هو متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية. طيب. فدلوقتي لا هكمل. أستاذ حسين؟ لا يعني أنا متفق، الثورة مستمرة وحتنتصر في النهاية، والزخم بتاع يناير هيفضل شايلنا سنين طويلة، وجيل يناير مازال موجود رغم أن احنا دلوقتي يعني الثورة بيعدي عليها أسبوع سيء جدا، والثورة الأسبوع ده مش منتصرة أكيد يعني طبعا. الثورة مهزومة الأسبوع ده، لكن هتستمر وحتنتصر. وأنا عارف يعني انه رغم ان احنا المره دي مش حاسين بردة الفعل الشعبيه المتعاطفه اللي معتادين عليها في اعقاب وقوع كوارث وطنيه زي ما احنا متعودين، وطبعا دي برضو غلطه الناس اللي في السلطه اللي حتى مش مكلفه خاطرها تعلن حداد على ارواح الناس اللي ماتوا وعملت ماتش كاس مصر بعد الجنازه بيوم واحد، انما رغم ده انا عارف انه في النهايه المصريين خرجوا علشان العدل، وشايفين ان اللي بيحصل ده ظلم، وفي النهايه هينتصر فيهم احساسهم بالعدل. استاذ حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، شكرا جزيلا لوجودك معانا. والصحفي الاستاذ خالد البلشي، رئيس تحرير جريده البديل الالكترونيه، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.
كل مرة بقول نفس الختام ده تقريبا، نفسي المرة اللي جاية واحنا قاعدين نفس القعدة دي نبقى قاعدين بنرص الإيجابيات اللي احنا بنعيشها والإنجازات اللي احنا بنعيشها. أكيد ده هيحصل وأكيد في حياتنا هنشوفه قريب جدا مش بعيد. نهاركم سعيد.